الرابع عشر من يناير. في بادرة إنسانية أبوية للتخفيف عن كاهل المواطنين، أصدر أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح في الرابع عشر من شهر يناير من العام 1931 قراراً سمح بموجبه عدم لبس العباءة البشت لأنه كان مكلفاً مادياً، وكان المواطنون الكويتيون يضطرون إلى شرائه وارتدائه مهما كانت حالتهم المادية. وفي مثل هذا اليوم من العام 1935 بدأ تشغيل خط أنابيب النفط بين مدينة الموصل في العراق وميناء حيفا بفلسطين. وفي الرابع عشر من يناير من العام 1980 اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بانسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان. التدخل السوفيتي في أفغانستان هو اسم يطلق على حرب دامت 10 سنوات كان هدف السوفيت منها دعم الحكومة الأفغانية آنذاك. وفي الرابع عشر من يناير من العام 1991 وجه أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رسالة إلى ملوك ورؤساء دول العالم، قال فيها إنه لا سبيل أمام القوى المحبة للسلام إلا أن تستمر في تكاتفها لإجبار العراق على احترام القرارات الدولية وسحب قواته من جميع أراضي دولة الكويت قبل الموعد النهائي الذي حدده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 678 وهو 15 من يناير. وفي الرابع عشر من يناير من العام 2016 أعلنت منظمة الصحة العالمية اندثار وباء إيبولا في غربي أفريقيا بعد أن حصد أرواح أكثر من 11,000 نسمة.